ده كان كلام مهم، لكن زي ما تعودتوا ضربة البداية مع مقالي ومقاله ثنائية التخفي والهروب. الحقيقة يعني استمرارا لحالة ربط كل حاجة مع بعضها، إذا ذكرت الأهلي لازم تذكر الزمالك، إذا لومت الأهلي يبقى من باب الحيادية والموضوعية عشان تبقى الصورة كاملة لوم الزمالك. واحنا قلنا كتير قوي في مواضع كتيره قوي ومواقف يستحق الاهلي وحده اللوم ولا يستحق الزمالك. بس انت دلوقتي بتعمل زيهم يا استاذ ابراهيم. ليه؟ متى استحق النادي الاهلي اللوم في هذه الاحداث؟ في اي موضع، اي ممكن والله ولا مره راحوا عاتبوا النادي الاهلي على تصرف. ها؟ انا عايز اتذكر يا استاذ ابراهيم كان والدي الله يرحمه، معلش انا هقطع. وقد مر به يعني ابويا كان اتحط في نهايه الخمسينات وبدايه الستينات تحت الحراسه ومصادره الاموال والاقصاء من البلد، وهو كان نايب البلد. انتم متخيلين واحد فجاه فضل يناضل 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 عشان يعمل ويساوي ويكون سواء اسم سياسي او اسم اقتصادي كبير، وفجاه زيرو وبيبعد عن بلده. هو في اسكندريه واحنا في القاهره، والبيوت الفلاحين بتسكنها واللي يوقعها واللي ياخد الارض وفي ظل هذا كله لم اسمعه يشكو الا مره اتنهد كده سرح وقال هيهات تجني سكرا من حنظل فالشيء يرجع بالمذاق لاصله. شوف انا حافظ البيت ده الامام الشافعي. مره واحده قالها قدامي حفظته. بس هو الكلام ده على فكره لابد انه كان سرح في امل ووجد انه امل زائف. ما تأملش انك تاخد السكر من الحنظل، الواقع اللي هو عايشه حنظل هيجي له السكر من ايه؟ فالرزاق يرجع لاصله. وهو بالبلدي كده زي ما بتقول ايه؟ كل اناء ينضح بما فيه. ايوه. طب انا بقول دي ليه؟ لان كل اناء ينضح بما فيه، انت عمال تقول المقاربه والثنائيه. الحقيقه في طرف بيتجاوز وطرف بيتلقى هذا التجاوز وبيرد بايه؟ اللي يقدر عليه. على فكره يا جماعه انا بقصد يرد بالقانون في مساله يرد. الثنائيه. لقيت كابتن شوبير بيسال الاستاذ فتحي سند، هل تقر وتعترف انه قنوات الانديه سبب في الاحتقان؟ فيتقال اه. والاستاذ فتحي سند كان رئيس قناه الزمالك على اساس ان الاعلام العام ملوش دعوه، على اساس ان الاعلام العام بريء ونزيه وسليم وما فيهوش لا شعبانه ولا شيطانه ولا اي حاجه. والمشكله هنا برضو الاقي كتير من الناس بتقرن الاثنين ببعض، قناه الاهلي او برنامجنا على وجه الخصوص ومن ثم ايضا كل القناه في كل ادائها الحقيقه ده النغمه في منتهى الانضباط والمسؤوليه. فكره ان انا عايز الوم طرف فلازم البس الطرف الثاني حاجه اقرن الاثنين ببعض، لا. حاسب كل واحد على أدائه، حاسب كل واحد على أخطائه، حاسب كل واحد على ما يصدر عنه. لكن فكرة أن أنت فجأة يتقال أصل الناس عايزة تتخفى وراء التعميم، عايزة تهرب من مواجهة حد، فيبقى الكلام قنوات الأندية. أول ما تسمع الكلمة دي يا ريت أي حد يقول هي قناة الأهلي غلطانة في إيه، قناة الأهلي أخطأت في إيه، رسالتها انحرفت في أنهي حتة، ارتكبت تجاوزات مهنية في الجزئية ديت، صدرت عنها لغة لا تليق في الجزئية ديت، اتهمت حد بدون وجه حق أو بدون سند في الجزئية ديت، وهكذا. يعني أسانيد الجرائم المهنية كتيرة، حدد وشاور. لكن بجد إن تفضل كل برامج قناة الأهلي على هذا القدر من الانضباط والمسؤولية والمهنية ومراعاة الرسالة المسؤولة وفي الآخر يتقال أصل قنوات الأندية. والله هو شوف هي أحيانا بتبقى لها ابعاد اخرى. يعني هل قناه النادي الاهلي دي يعني بما تقدمه من نموذج، احنا بنشوف هذا الكلام في ردود افعال. ها انت لسه مهرجان الفضائيات العربيه بيديها افضل قناه مثلا. بناء على ايه؟ يعني برنامج مؤتمر عربي او مهرجان عربي، لا مش مصري. ورجل الشارع بيشوفك ازاي؟ حتى بعض الزملكاويه بيهزر مش هتخف علينا يا باشمهندس، بعدين اقول طب انا بتجاوز حاجه يقول لي شهاده لله. لا انا برد
وانت بترد، وبرضه بنرد في اطار ان احنا مناقشه المحتوى، بنرد يعني بالشكل اللي ما يستفزش اللي قدامك. انت حقيقه بترد عليه، او حقيقه يتم ليها، انت بترجعها لحجمها بالادله، بالادله مش بالراي، مش بوجهه النظر. فما حصلش مساله ان هنا بقى ما اقدرش ان انا اخد الموضوع في سياق مجرد بس ان ايه، مش عايز اقول ده لوحده فبجيب ده قدامه، لا، الموضوع قد يكون يعني على فكره الراي العام يتسع لقبول اكثر من منصات اعلاميه طبعا، طالما في انضباط وفي ميثاق وفي يعني رقي في الحديث، في رساله. يعني احنا بنحاول تملي، احنا مركزين قوي على قوله ايه، تاثير الكلمه على البيوت، تاثير على النشء. صحيح. فازاي احنا او غيرنا في هذه القناه يعني هيتجاوز هذا الامر؟ وعلى فكره احنا بنحاسب نفسنا قوي يا جماعه، احنا كل حلقه نخرج واكلمه بالليل قبل ما ننام، يكلمني بالليل ونستنبط يا ترى في حاجه هربت مننا، يا ترى كنا النهارده يعني اسأنا لحد دون ان ندري. الحمد لله يعني احنا لحد دلوقتي الدنيا ماشيه معانا كده، ويا رب تفضل معانا كده. 793 حلقه دخل على 800 يا استاذ ابراهيم، لا ده اكتر من كده. عندما كانت القناه لوحدها قناه الاهلي ما اشتكاش حد منها. يعني ما كانش في قناه اخرى بترد عليها حتى. ما استغلناش هذا الفراغ والساحه اللي بننفرد بيها ان احنا نسيء او نضايق حد، او احنا يعني. فمن فضلكم عشان ما ناخدش الامور بعد كده صعب ناخدها بحسن النيه يا استاذ ابراهيم، هذا الكلام لو استمر على قولة قنوات الانديه، لا ما تتقالش كده. عايز حد يحدد لي بس قناه الاهلي في الموقف الاولاني ما كان ينبغي ان يحدث هذا، بس قول كده. فاذا كنا غلطانين نعتذر، ما كناش غلطانين نفصل، نتحاسب. اذا ما كانش فيه خطا يبقى ما فيش حد يحاسبني. بالظبط. يعني في حاجة تالتة؟ في حاجة رابعة؟ في حاجة غير كده؟ لكن مسألة بقى قنوات الأندية ونمشي وتملي التراشق، فين التراشق ده؟ يقول لك التراشق بين الناديين. أيوه. ده يعمل احتقان، مفيش تراشق يا عم بين الناديين. التراشق ده بين طرفين، واحد بيرشق والتاني بيرشق. أنا لا أتراشق مع أحد، أنا أرجم. هو في رجم. هو التراجم مش التراشق. لا مش وحتى التراجم برضه في تبادل. الرجم. الرجم. انا ارجم، انا لا اتراشق، انا يتم الاعتداء ليل نهار لدرجه بيستقطبوا ناس بهذا الغرض. انا بكره الاهلي، انا اتمنى هزيمه الاهلي. انا واحنا بنطلع هنا حتى لو قالها واحد عايز يزايد اهلاوي ولا بتاع، ويقول لك بكره، نقول له يا جماعه ده مش صح، دي مش رياضه، دي مش رياضة مؤكد، دي مش رياضة. افرح بناديك انت مالك ومال غيرك. صحيح. ما تفخر بناديك بس. ما تقللش. هو انا رحت عمري قللت من بطولات الاخر اللي ما بيسو ما يعني الموضوع بقى في الاخر خلاص، حتى يعني احنا سايبينهم بيردوا على بعض دلوقتي. يعني ان يا جماعة ما ينفعش تقلل من كل البطولات اللي بيفوز بيها الاهلي، ولما تفوز بيها تبقى هي اهم البطولات. ولما افرح انت ايه يعني مش مصدق نفسك، لما انت فرحت وسبتك تفرح. هو انا تجاوزت في حقك في حاجه؟ انا فرحت وعندي اسبابي للفرح يا سيدي. حتى لو انا يعني شايف ان انا بافور، شوفني بافور، بس مش ممكن تعتمني على فرحتي زي انا مش ممكن اعاتبك على فرحتك. انا اعاتبك على تجاوزك بفرحتك فيا. بالظبط. انا لم يحدث ولن يحدث، واذا حدث احنا اول ناس هتتصدى لهذا الامر. ما حدش لازم نراعي شعور بعض، احنا بنقول لازم نراعي شعور بعض. طب انا كسبان، ايه اللي يخليني اروح اضايق واحد خسران هو اصلا متضايق؟ كل دي رسائل احنا بنقولها وبنأكد عليها. فمن فضلكم بنشعر ببعض الظلم والله يا جماعه، حتى لو بحسن نيه بيتعمل هذا الكلام، لما يتحط الكلام ده قنوات الانديه والتراشق، لا احنا لا نتراشق، احنا بنرد بالادله على كلام بيتقال. وما كانش هنا هيبقى في حته ثانيه على فكره. يعني افرض ان انت مالكش قناه، ما كناش برضه هنسكت كاعلاميين، كنا هنجد المنابر اللي تستضيفك تقول فيها الكلام ده. بالظبط.